احب اقدم شكر خاص للمنتسبين. اذا حاب تنتسب وتدعمني بالقناه كل اللي عليك انك تضغط على الزر الازرق او تدخل على اول رابط موجود بالوصف. هلا والله بالاساطير، جعلنا لكم اليوم مقطع جديد على لعبه ماينكرافت بسيرفر بيكسل دارك. بدايه حطونا لايك اشتراك على الجرس مشان يصلك كل شيء جديد. الحلقه الماضيه سوينا الشوب حق بطاطا وجا خالد بالبث المباشر حقه، يعني مثل ما تشوفهم ظبط لي هذولي، مع انه ما كنت ناوي اظبطهم غير لحتى اسوي الكهف اللي تحت وبعدين احط الاوتوماتيكي وما اوتوماتيكي، فكثر خيره. اوكي، وبرضه خلف الكواليس او بالبث حقه كان داخلني تقريبا بالتعليقات، كان هو مقفك عند البليز فارم حقه. اوكي، كان مقفك عند البليز فارم حقه، فسويت معاه يعني اشتريت منه شولكر ب40 حبه جولد، اوكي ب40 حبه دايموند، يعني شست بليت كويس او شولكر يعني كان كويس. فهاي مثل ما تشوفهم قاعد نطبخ عن طريق البليز، وراح يفك علينا ازمة من ناحية البطاطس والطبخ. اوكي، حتى صرت احط بالمتجر الخبز مع البطاطس يعني مشان شوي يخفف علي الافك، مثل ما تشوفهم فوق حق الويت يعني شغال، وقاعد ناخذ منه خبز وناخذ ويت وقاعد احول ونضبط الامور هذه. اوكي، فاليوم راح نسوي مثل ما تشوفهم، راحت على المنطقة حقت اوكي المنطقة اللي يطلع بها التوت الاصفر او العنب الاصفر اللي هو اوكي على ما اظن كان عندي هان اوكي العنب الاصفر هذا المنطقة حقته. وبرضو اذا شايفين النذر رايت هان، اللهم صل على محمد، شو النذر رايت هذا؟ هذا يوم اني جمعت الكوارتز حق المنطقة هاي. معليش اسف لسه ما سويت الاشياء هاي ديزاينات حقها، لانه صراحة يعتزل وقت اول شيء، واثنين ودي ستايل على المنطقة حق يعني ما ودي اسوي لها ديزاين. هسا لغيت فكرة الاشياء هذه، ففي براسي ديزاين اذا شفته اذا ضبط راح نضبطه على حسب المنطقة حقي، اوكي على حسب البناء اللي راح ابنيه. فيعني راح ادرس الموضوع ما راح اسوي. اوكي، هذول طلعت واني اجمع كوارتز، يعني مثل ما شفتم ضربنا 2-1. هسه يعني اعتاز برضو 5 حبات دايموند لخالد، اوكي وهاي 40 طفرنا دايموند. روحه مع خالد بس يفتح بيت، قولوا له ابن الجولان طفر دايموند شوي شوي، خف عليه بالدايموند. اوكي ما علينا. اليوم راح نضبط امورنا، يعني اذا نجي لهان مثل ما تشوفهم عندي كميه من البريك، ودي اسوي بريك مشان نسوي ديزاين حقنا، اوكي ديزاين الكهف حق القرويين. فخلينا نشوف الكميه اللي راح نقدر نصنع بها من البريك. اوكي، براسي التصميم خلي هذول الـ40، ولا ما في مجال للـ40، ناخذ الاوبسيديان ونحط الـ40 حبة هذولي هان. اوكي، والاوبسيديان عادي نرمي باي مكان، خليني بس نشوف نضبط المكان، خليني بس اجيب توقع عندي كرافتنج. اشتغلت على هذا خلف الكواليس يعني شويتين ما يقارب الساعة. فا اوكي حفرت وحطيت موارد حقتهم هان. ليش جيتي هان؟ ليش جيتي هان؟ اوكي، في عندي كمية ستون هذي، خلينا نجي. اوكي لا كثير هيك كثير. اوكي حول لي ستون بريك، وغير ستون بريك اعتاز الديسبليت. اوكي وقع هاي مفروض اني ابني بهذا، بس لا ديسبليت احسه افضل، ما ادري خلينا اتأكد بس. اوكي اعتاز بس الالة حقت اوكي نجيب الالة هاي، خلينا نجيبها ونحطها بالمكان الظريف هذا هان مشان انه نقدر نحط الديسبليت ونحوله براحتنا. اوكي نحتاج الشيء الظريف هذا، هذا افضل بلوك حاليا. اوكي فنحول جميع. اوكي هسا الديزاين راح يكون على الشكل التالي. هنا مثلا راح نجيب ستون بريك، اوكي وخلي هذولي هان. مثلا على الحواف هذه راح نحط ستون بريك هيك عادي كحد. نجي مثلا هذه راح تكون اوكي، اذا نجي لهنا نرفع مثلا 1 2 3 4 5 غير اللي تحت. اوكي ذولي 3 4 5 تام، وبعدين نرجع نحط
هذا خلي راح يكون تحت، اوكي. بعدين نحط هذه الشيء الظريف هذا هان تقريبا، يعني ديزاين لسه ما شفت الشكل حقه، بس اتوقع انه راح يكون على هذا المكس بين الاشياء هاي، راح يطلع رهيب، اوكي. وبرضه راح فرجيكم النتيجة او البناء داخل الريبليم مود، بس هسه حبيت اسوي قدامكم حاجتين بس عشان نشوف الطريقة اللي راح نطلع بها، اوكي. اذا نجي هنا نحط الشيء الظريف هذا هنا معانا، اوكي، وعلى الشكل التالي. هسه هنا بعد ما نحط الستون بريك هذا او شو كان اسمه هذا، اوكي، البريك، بعد ما نحطه هنا راح نحط القروي بالداخل، اوكي. يعني نجي هنا نحط واحد مثلا، هنا نحط واحد يعني داخلها، وبرضه حتى الافران راح نفتح المجال هذا ونحط الافران الاوتوماتيكية بالداخل والاشياء. يعني هسه انا قاعد اسوي الشيء هذا قدامكم بس مشان اقول لكم الطريقة اللي راح نسويها، اعطيكم فكرة، وخليكم مع الريبليم مود راح اطلع بالديزاين بشكل كامل، يعني نبني لكم اياه مشان ما يكون الفيديو طويل عليكم. اللهم صل على محمد. وقفنا فترة طويلة ما قبل رمضان عن السيرفرات، وان شاء الله هسه راح نرجع له. امبارح فتحت بث مباشر لكن للاسف بسبب الانترنت ما قدرت اكمله، فعلى بركة الله خليني اعالج القروي هذا. هان حاليا تزاوج قرويين نحشكم، وهان نجيبهم ندخلهم لهنا. هاي غرفة العمليات حقت التزاوج، ونطيح اقول يلا سوي على راحتك يا مدير. اوكي، في بعض الاشياء اللي لازم تسويها او عدلت عليها، واللي هي ناخذ هذه بالاول. انا حطيت جزر بدال البطاطا، بس خلينا نطلع لفوق. اوكي، هان حولته كله جزر مشان شو، مشان يصير ينطيني جزر هنا وينطي. فخلينا نشوف، اتوقع اني خذيت الكمية الاخيرة، مو متأكد، خليني اتاكد. انا في بومكن، البومكن شغال 100%، الميلون تحت. اللهم صل على محمد. انا في البطاطا، البطاطا صراحة انتاجها كويس وممتاز. خلينا نروح نطبخن، نايس، 4 ستاكات مو بطال. وانا جزر، هاي 3 ستاكات، فخم فخم فخم. قلت امبارح اشتغلت عليهن شوية. على كل، خلينا نجي لهان نحط البطاطا، والله تحرق. وانت شايفين كمية البطاطا هذه؟ اوكي، نايس، اسطورية. وفي حتى جزر، صرنا نتاجر مع القرويين بالجزر. اوكي، حركت النذر رايت. وفي عندي هنا هذا من اسلام، كسرته بالغلط، او من مصطفى عفوا. قايضة ضد الاليترا بداية السلسلة، اعطاني الشولكر حق الجولد ومعاه هذولي. اوكي، مو مشكلة، مفروض هاي. بس يلا، خذيتني ستاك، حولت انا للنذرايت. النذرايت عندي كان ستاك 31 حبة الشنتبري، حولتن مشان نصنع دروع. دروع هسه ما راح نصنعهن، المفروض انه نصنعهن بالحلقة هذه. والله شوف، امبريكنج بروتكشن، هذا المشكلة، لازم اسوي له صرفة، لازم اموت، لازم، ما انا عارف شو اسوي به حقة اللعنة، ماني قادر ارميه. نشوف ان هاي بروتكشن 3 دروع مو مرة، ما راح احول حاليا، اذا بدي احول راح احول للبكاكسات، وبرضه اطور لي اكس. المشكلة التطويرات لسه مو جاهزة. اوكي، خلينا ننزل تحت على القرويين ونشوف شو سوينا. ما سويت، لانه فعليا من ناحية التحويل وما التحويل قاعد يموت علي القرويين. بس حاليا العالم محول اللهم صل على محمد، اول على الهارد، على الصعب، ومشان القرويين فعليا يعني
شيء مره صعب انك تسوي. هسه حاليا قيض هذا عن طريق الجزر، المفروض اعالجه كمان مره، لكن صراحه خفت انه يروح علي او يموت، لانه من اول مره والثانيه قاعد يموت، من اول مره يموت حتى ما في داعي للثانيه. اشتري جزر ومنها انا اشوف من الثلاث قرويين هذول قديش راح يعطيني جزر. اوكي خليني اجي لهان 30 نايس. ويا الميلون وبرضو ممكن راح نشتري خبز. اوكي الخبز حاليا راح نشتري، ليش؟ مشان شويتين اوفر علينا حقه البطاطا، يعني مع الوقت البطاطا راح نلغيها، راح نخليه كله كرت، يعني بعد ما نسوي لنا ما يقارب 10 من الحقين القرويين هذول. على بركه الله خلينا نجيب هذولي، نجيب هذولي وشوف قديش، يعني بعد ما اشترينا نص ستاك اسطوري والله. ما طلع عندي اوكي 49 رغم اني اشتريت ستاك و 32 حبة بير خبز، وبرضو ستاك و 44 حبة جولدن كارت اسطوري. خلاص خلينا نحط هذه هان. حلو والميلون هذا رجعوا. نايس 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 نايس. اوكي انا شو راح ينطيني هذول؟ ما عالجتهم على ما اظن. اوكي ما عالجتهم يعطيني فورشن 3. سويتهم طورتهم هذول على الاخر مشان اجيب النيم تاج فعليا، يوم اني حولت الزومبي كان على طول يموت على طول يموت، فاضطريت اني اسوي هذا. هذا اعطاني افشنسي بي صراحه اسطوري 29 حبه، يعني ايزي عادي ايزي جيب من القرويين. فعلى بركة الله خلينا نروح نشوف القروي هذا تحول ولا لا. اذا ما تحول راح نروح على السبون ونروح على المحلات اشيك عليهن. اوكي تم تم، بس لازم يتحول مرة ثانية. خليني اتأكد اذا عندي بوشن ولا لا. هون البوشن هذا ما في بوشنات، خلينا نختار الاصنع. يا رب ما يموت. اوكي نايس نايس نايس. هذا ما يموت، معناته هذا راح احوله للمره الثالثه عشان يكون ارخص ولا لا. وتقريبا كل اغلب التقايض حقي بين البومكن والميلون. اوكي وقاعد اشتري كوريت او جولدن كوريت، ف خلاص هذه تكفي. خليني بس اجيب ال بوشن. اوكي حاليا نتركه هذا، خلوه يتعالج براحته. ممتاز شوكرات. اوكي خليني اصنع صناديق. اوكي حاليا خلاص في عندي، اللهم صل على محمد، تقريبا هذا 9 اوكي 3 6 9 و8 ما يقارب 17 ستاك خبز. 10 ستاكات او شو 10 عندي يعني. المهم عندي واجد عندي واجد واجد، يعني بس ناخذهم ونتوجه على سبون اشوف شو في تطورات. الشباب مشتغلين ولا لا؟ بعدنا ماني متاكد. اوكي فعلى بركه الله. اوكي وصلنا حاليا. شنو هذا شنو هذا؟ اوكي اوكي حشكين قرويين هاد شكلهم. نايس. احمد ما اتوقع انه معبي عنده. اوكي 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 احمد لسه مو مشتغل، لازم نعاقبه نفك منه المتجر. على كل خلينا بس الشيك انا اذا حدا مشتري او لا. اوكي بسم الله. والله يا اخي جيب لي هاي بالاول. خليني بس احط جولدن كارت، انا جبت هذولي معاي صراحه مشان الشيء الظريف هذا هان. برضو نجيب هذه هان، حط البطاطا او الخبز البير جاي.
اوكي نايس 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 نايس. ستاك مليان مالي. اوكي طايح انا ثلاثة، فعلى بركة الله نعبي. خلي هذا هان، هذا شو هذا؟ اوكي هنا في ثلاثة. اوكي بحط ال، اتوقع اني حطيت خبز هان اني بالله، اتوقع اني حطيت خبز. فيلا خلينا نحط هذه هان ونحط هاي هان. خلينا نحط جولدن كارت بمكان. اوكي اوكي هسه لازم اعزلها، احط هانا الخبز والبطاطا 1 ستاك او 2 ستاك 2 دايموند. اوكي خبز وبطاطا، اما الجولدن كارت راح احط هانا 1 ستاك 1 دايموند، فهذه موجودة معاي. معليش راح يكون، لا والله لازمنا الخشب الاحمر، ما اتذكر انه عندي خشب احمر. ف اجيب الخشب الاحمر يا مدير ونحطها هان. هان تو ستاك مثلا اثنين ستاك من تحت ون داي او بوينت داي او وان دايموند. اوكي الصناديق هذه هنا 1 ستاك 1 او 2 ستاك 2 دايموند. هنا خليني اخذ الخبز. اوكي اوكي هسه 100 100 اتوقع اني نظمته. انا اللي حاب ياخذ ستاكين حبه دايموند. اوكي هذا اللي حاب ياخذ ستاك حبه دايموند، خليني اخذ هذولي و احاول اصفط. الشكل التالي ان شاء الله راح ارجع اكمل. أوه. نايس نايس نايس. كل شيء تحت ما في شيء، تمام الوضع خنفشاري على بركة الله. خلاص نروح نروح ان شاء الله راح اسوي بوابة اللهم صل على محمد. بوابة النذر راح اخليها في المكان الظريف هذا في السبون هنا، ونشوف لها مكان مناسب ان شاء الله. راح يكون موضوع الحلقة الجاية هي بوابة النذر. ف ان شاء الله يعني اوكي 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 شو هذا؟ شو هذا؟ اوكي آلت بوشينات على ما اظن، آلت بوشينات تأسيس حاجها شكله مصطفى. اوكي شكله مصطفى اللي مسويها. نايس 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 والله مشتغل، هو الوحيد اللي مشتغل ورانا مصطفى، يعني عطلة رمضان كلها هو الشخص الوحيد اللي مشتغل. يلا ليتس جو. اوكي وصلنا حاليا على منطقتنا، خليني ارجع مثلا البطاطا لهان، اللحم خليها حاليا، خليني اكل هذولي. خذ الابنتوري من مرة. اوكي نشوف القروي شو صار بو. تعال تعال يا حبيبي تعال. اوكي اول شيء هذه، لا 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 تجي لها، لا تجي لها نهائيا. اوكي اعتزلوا جزر حاليا هذا 10 حبات، فاللي ودي يعني خير عن طريق البومكن والملون فقط، يعني جزر عبارة عن تطوير كبداية. خليني اروح اجيب له اللهم صل على محمد بعضا من الجزر والبطاطس. اوكي خلاص البطاطا حاليا ما عاد نستخدمها كمصدر اكل فعليا، خلاص نستخدم الخبز ونستخدم اللهم صل على محمد الجولدن كارت، رغم انه تعدينا على مصطفى من ناحية الجولد لكن استخدمتني حاليا. سبكته بشي ماني عارف اذا كان مقبول او لا، لكن اني سبكته من ناحية الاكل وما اكل واستخدمت الجولدن كارت لانه سوى فارم جولد يعني. الو لكن مو مشكلة
اذا طلبها نطيها مو مشكله، اذا طلبها نطيها، اما اذا شافها وسكت شيء ثاني. يلا خلينا نتقايض مع هذا. نايس اسطوري. خلينا نطوره على السريع، جيب لي ال عليك اسع من هنا هيك فعليا ايمرالد لا نهائي على الكميه الموجوده عندي من ناحيه البومكن والميلون. يعني تخيلوا كل حبه بومكن بايمرالد واحده، فشيء اسطوري فعليا. يلا خليني بس اطوره، اطور للاخير. اوكي هسه لحظه، اوكي اتطور للاخير. نايس هذا المطلوب، يعطيني جولدن كارت وبرضو ابيع بالممكن والميلون. هذا ثلاث تطويرات، اما هذا ماني عارف، يعني قصدي معالجتين، هذا ماني عارف كم معالج اعالجه. فعلى بركة الله خلينا لا شو خلينا في عندي هنا لسه ثلاثة هاي. اوكي نايس، خليني اشوف قديش راح نطلع من الاربعة جولدن كارت. برضو اكس بي لا نهائي، اكس بي لا نهائي. حلو استاكين ثلاث استاكات، ما يقارب ثلاث استاكات، فشيء اسطوري. كل مايضة اجيب لا اجي لهان اخذ ثلاث استاكات، فاسطوري. وغير هيك اعطاني استاك 24 حبة، والله العظيم شيء رهيب. يعني هسه حاليا راح نبلش نحول البلوكات، ونسيت ال الله صل على محمد الشولكرات هناك، فمو مشكلة هسه نروح نجيبهم. هذا حول، يعني عالجته مرة ولا مرتين والله لا اتوقع لسه ما عالجته ولا مرة. اوكي عندي هنا خليني اعالجه. اوكي خلاص اتوقع اني بس قبل كل شيء ودي رايكم بالكهف هذا كقرويين اسطوري ولا لا، ممكن انه ممتد بوله قدام. اوكي فلسه ما انتهى فعليا، لسه ما انتهى في تصاميم قدام، بس ينتهي ان شاء الله. راح ننزل بو حلقة خاصة للكاف هذا، هذه راح انزلها اذا كان الجيم مود لسه موجود عندي، او الجيم مود شو اسمه هذا الريبلاي مود اذا كان لسه موجود عندي راح اشوف يعني واعطيكم اياه ان شاء الله، او انزله عن طريق الريبلاي مود. فقولوا لي اذا عجبكم الشكل، القزاز اللي فوق صراحة اني كازرق مو عاجبني، نحطه احمر مثل اللون هذي. ودي رايكم بالتعليقات. اوكي اذا كان احمر راح نحطه، او انه راح نجرب شويتين احمر هانا. فراح نختم هانا، شكرا لكم على الدعم، شكرا على المتابعة، نختم مقطع وصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.